شهد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي توقيع الاتفاقية الخاصة بمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء، وذلك بمنطقة جرجوب مع تحالف دولي بقيادة شركة ديم البلجيكية على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك. وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى للمشروع 3 مليارات يورو، سيتم تمويلها بالكامل بمعرفة الشركة البلجيكية، لتصل التكلفة الاستثمارية لمراحل المشروع الثلاث إلى 24 مليار يورو. كما تبلغ مساحة المشروع الثلاث المشروع 1180 كيلومترا مربع كمنطقة توليد للطاقة الشمسية والرياح على بعد 70 كيلومترا من ميناء جرجوب البحري ومنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة.